انت عندك مظاهرة حب ايضا معانا، تليفون من فنانة رائعة جدا وانت الله اكيد اكبر بتحبها وهي بتحبك، الله اكبر. فنانتنا الكبيرة الفنانة الرقيقة الرائعة مديحة يسري. اهلا وسهلا. طبعا. الو. ايوه يا روحي، اهلا يا حبيبة قلبي. ازيك يا غالية يا بنتي يا حبيبتي؟ يا رب يخليكي. ازي حضرتك؟ الحمد لله، واحمد منور الشاشة الله كلها. يستر. الله يستر. ازيك يا مديحة؟ ازي الحال يا حبيبي؟ ازيك يا مدام؟ انت الحمد لله. الحمد يعني لله. يعني عايزه افكرك بفيلم كان جميل جدا، فيلم العريس ياسر الغدر. فاكره؟ الله فاكره. الا فاكر، احنا صورناه وانت في اوروبا مش كده؟ والله. وبعدين لما جت نيازي بقى بس كان من يعني من كان فيلم حلو قوي. مفيش كلام. الله الله. مفيش كلام. كان حلو قوي 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 يا احمد والله. الله يخليك. وسعيده قوي ان انا بسمع صوتك. ميرسي. وانا كمان يا فندم. واخبار عمر الشريف ايه؟ عمر جاي يوم 20. ما هو لسه كان بيقول. طب كويس قوي. هو في باريس دلوقتي مش كده؟ في اسبانيا دلوقتي مدام مديحة. هو في اسبانيا. في مدريد. في اسبانيا ان شاء الله. في مدريد. يجي بالسلامة. في مدريد. لان انا سألت عليه في باريس فعلا في الاوتيل اللي هو بينزل فيه ما كانش موجود. ما كانش موجود. مدام مديحة انتوا دايما على اتصال ببعض كده، ودي حاجة جميلة بتفرحنا يعني. انا وعمر ده يعني عشرة عمر وصداقة عمر يعني. طب وبالنسبة للاستاذ احمد رمزي بتتصلي بيه او تسألي؟ احمد لا، احمد ما كانش في مصر كتير. كان بره كتير قوي. فهو ده السبب اللي ما كانش فيه اتصال، وما وما كانش ما كنتش اعرف تليفوناته ايه. انما كنت بطمن عليه من عمر الشريف. شوف برضو الصداقه بتبقى حلوه، وتطمن تطمن الواحد على حبايبه يعني. طبعا. صداقه عمر حبيبه قلبي. ودي له بصمات في تاريخ السينما المصريه. والتلفزيون وكل حاجه يعني. اكيد ما دام فاتحه تعتقدي الاستاذ احمد رمزي يعني عمل نقله بالنسبه لحكايه الولد الشقي وشعره المنعكش وصدره المفتوح والسراير. يعني عمل حاجه فورم مختلف على الشاشه. طبعا 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 طبعا. المسلسل الاخير كان جميل جدا جدا جدا، وكان شخصيه فيها قويه جدا ومقنعه بشكل كبير جدا. الله. والله. وحشيني يا حبيبتي. يا انت كمان والله يا مدام مديحة. وبعدين ساعه الصفا ديت يعني ما قلتيش التليفونات اللي جات لي عليها قد ايه من جميع انحاء العالم. ده حضرتك منوره الشاشه، واحنا جالنا كم من التليفونات والايميلات، وكلهم يعني نفسهم يلتقوا بحضرتك في حاجه على الهوا. قلت لهم ما اقدرش اسهرها لان لازم تبقي حضرتك الساعه 5:30 صباحا. أيوة. على الهوا في امريكا علشان يشوفوكي نيويورك ولوس انجلوس. لا عشان خاطرك والله اجي واقرا بكل حاجه. يا رب يخليكي. طب انا عايزه بقى. كلمتني امبارح من سوريا. قالت لي من فضلك بوسيلي مدام صفاء الاستاذه الكبيره. يا روحي. وساحه الصفا دي عايزين نضيف عليها كمان انها ساعه هنا. الحمد لله. ده ايه الحاجه الحلوه دي؟ تصوري. يعني احساس جميل جدا جدا. الله يخليك يا رب. طب قبل ما حضرتك تسيبينا ولا حاجه دلوقتي. أيوة. عايزين سؤال توجهيه للاستاذ احمد رمزي دلوقتي. ايه السؤال اللي ممكن تقوليه له؟ يا احمد انت دلوقتي عندك حاله حب ولا ما عندكش؟ انا دايما عندي حاله حب. هو ده اهم حاجه. دايما عندي حاله حب. ده اهم حاجه. الله على السؤال. الله على السؤال. الحب يا احمد بيخلي الواحد احلى حاجه في الدنيا ويتمسك بحياته. صح. وعايز يبقى كويس، وعايز يبقى شكله حلو. تمام. وعايز تمام. يبقى اعماله حلوه. يعني الله. الحب بيدفع الواحد انه لازم يكون على اعلى مستوى في كل حاجه وفي كل عمل وفي كل تصرف. صحيح صحيح. فارجوك تعيش في حاله حب على طول. الله. انا ما قول انا كمان بحبك. الله يشكرك. الله عليك على جمالك. انا بشكرك على السؤال. ايه السؤال الحلو ده وايه الموضوع الجميل اللي لا وانا حاجه جنبك في ايه يا روحي؟ يا روحي يا رب يخليك. لا الحلوه. لا بس فعلا فعلا كلام جميل، وحته الحب دي هي فعلا اللي بتخلي الانسان عايش. الحب هو الحياه يا حبيبتي. صحيح. الحب هو الحياه، الحب في كل صحيح. حاجه. يعني الحب ليكي انت. حبي عايز اسمع صوتك. يا رب. حب عايز اطمن على اصحابي، على اصدقائي، على اخواتي، على نفسي. لازم احب نفسي اكيد. عشان احب الغير لازم احب نفسي كمان.
صحيح. فالحب ده لازم يكون متواجد في كل حاجة. حلو قوي السؤال. والأستاذ أحمد سعيد جدا بالسؤال ده لأنه قال لك أيوة. طبعا. عندي ده على فكرة حضرتك فتحت لي سكة عشان أسأله بيحب مين. طبعا. وحد مين قبل كده وحد مين قبل كده. أيوة أنا ده اللي عايزة أقول. شوف الذكاء اصلها كمان مدام مديحه اشتغلت صحفيه وعملت حاجات عجيبه. يعني ما فيش حاجه ما عملتهاش. ما شاء الله عليك يا مدام مديحه. ميرسي يا حبيبي. احنا بنشكرك جدا. لا انا اللي بشكرك اللي اديتيني هذه الفرصه ان اسمع صوت احمد واسمعك. الله يسترك ويخليك. والله العظيم. الله يخليكي وبالتوفيق. وبنشكرك جدا وبنحييكي ونقدرك يا رب يبارك فيكي ويديكي الصحه على طول. الله يخليك يا رب. شكرا جزيلا.